أيها الحفل الكريم، ها نحن نحتفل اليوم بالعيد الوطني 21 المجيد وعام الصناعة الذي أعلن عنه مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في خطابه السامي في العيد الوطني 20 المجيد، إيمانا من جلالته لما للصناعة من دور فعال ورائد، وبتشجيع الصناعات المحلية والوطنية المنتجة ينمو الاقتصاد الوطني وترتفع معدلات الدخل القومي والفردي على حد سواء، وبالتالي يعم الرخاء ويسود الأمن والأمان ربوع البلاد. ومنذ ذلك اليوم وعجلة التصنيع تدور في مختلف مناطق وولايات السلطنة، فمصانع تفتتح ومصانع تشيد تنفيذا وامتثالا لتوجيهات جلالته السامية وتوجيهات حكومته الرشيدة. وفي مثل هذه المناسبة الجليلة نناشد الشيوخ والشباب في الأخذ بتلك التوجيهات والعمل بها وبذل المزيد من الجهد والعطاء والمحافظة على المهن الحديثة والقديمة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية، ليتحقق الهدف المنشود والمرسوم. ثلاثة بقول. ثلاثة. المحفوظ قطع فوق.